بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا يا مطر، الحب نار حارقانة يا الزبدة المسكنة بالعسل شارقانة، وجع القلب الدم في شريانة. كيف أحوالكم؟ علكم طيبين، علكم زينين. نسأل الله إنه يتقبل شهدانا الأخيار الميامين، نسأل الله إنه يشفي جرحانا ويعيد مفقوديننا ويصلح حال الوطن والمواطن. دي آخر أيام رمضان، طبعا إحنا بنتفائل بآخر أيام رمضان، دايما في تفاؤل، دايما بنكتر الدعوات اليومين دل، نكتر من الدعوات انه ربنا ينصرنا على القوم الظالمين. دي طبعا وقت تقول كده كمان تخليها مفتوحه مشكله، لانه القوم الظالمين دل فيهم ناس كثيرين جدا جدا، فيهم القيادات العسكريه الهشه دي، دل برضه قوم ظالمين. يعني نحن اي ضد التتر وضد المغول وضد الليله الحاجه دخلتني حاجات كثيره. يعني شير عشان يعرف الغير، شير عشان نوصل صوتنا للغير. طبعا بعد اللايفات الاخيره دي، طبعا انا اكتر زول استهدفته من بدري الكتايب بتاعت البرهان دي، الكتايب بتاعت البراء والكتايب بتاعت الاسلاميين. هي ما بتاعت البرهان، هي بتاعت الاسلاميين دي، وظهور الاسلاميين في الساحه بصوره طبعا يعني زي ما بقول زول زي البدلته وفسر الماء بعد الجهد بالماء. عندنا مشاكل مع الغحاتة، القوى السياسية الغزيرة دي بدوا يحرفوا الساحة، يجيبوا لك الكيزان ديل اللي هم المجموعة بتاعت الكيزان والمطبلين، ومشروع كبير يقوموا يخشوا لك يقول لك يا أخي في صراع الإمداد دي، لازم هيئة العمليات دي ولا جهاز الأمن، هيئة العمليات دي لازم يطلقوا صراحة، يدوها يفتحوا لها البوابة. طيب ما قبل كده كانت البوابة مفتوحة، حصل شنو؟ طبعا أنا كلامي صعب ما زي الناس التانيين، من الآخر كده يعني. يعني انا ما بدي صك اصلا لزول تاني في الدنيا دي كله بعد ما شاف الشعب السوداني، ما بدي صك. اكيد قال لي ظهرنا اليوم ازعج، ما ازعجني، بالعكس دي حاجات انا قلتها، انا بقولها كل يوم، انا ما وريتك قبل الكلام ده، يعني انت حسي بالنسبه لك انت يمكن يكون ازعجك وازعج الناس التانيين، لكن احنا بالنسبه لنا عارفيننا، ما هو كان بيطبل من الناس المطبلين ومن الكيزان، يعني ما في حاجه جديده، يعني ما حيتغير تاريخه، لا الناجي لا لا ناس خالد لا يزول، مجموعة كبيرة جدا جدا تاريخها بالنسبة لنا ما حيتغير. انت بالنسبة لك غريبة طبعا، لكن انا بالنسبة لي ما غريبة، انا عارفه مطبل وكوز، يعني تاريخه هو مرتبط بالكيزان وهم مجموعة كبيرة، يعني ده ما بخليني انا اقوم اشكك في وطنيته. ما كوز يعني ممكن واحد يكون حرامي، الحرامي ده ممكن يكون وطني، في حرامية وطنيين. يعني ضرب مثل كده، المصريين ده اللي كان بيستخدموا لمؤاخذة العاهرات لعمل وطني، بالنسبة لهم عمل وطني اللي هو يجيبوا لك زول يصوروه ويمسكوا عليه مستندات ودلة عشان يصلحوا بلدهم، عشان يضغطوا به في مشاريع كبيرة. يا أخي صدق لنا كده، صدق لنا كده، زول يكون مسؤول. ودي طبعا اتخذوها مع الخليجيين ديل، لأنه كان بيجوا يعني وسائل الراحة بالنسبة لهم كانت في القاهرة، وبيفكوا لهم الرقاصات وبيفكوا لهم كده، دي ذات الرقاصة ولا العاهرة دي هي بالنسبة لهم بتقدم في عمل وطني، بتقبل الكلام ده، تقبل تعمل اي شيء عشان العمل الوطني ده. طبعا دي على حسب الاخلاق، لانه نحن طبعا بنختلف مع زي دي، لانه بنفتكر انه انما الامم الاخلاق وما بغيت، شيء من غير الاخلاق ده ما بوصلك لنتيجه حقيقيه، ده ابتزاز زيه زي اي جريمه. ف اليومين ده لقيت مضايقات كثيره، يعني خاصه اولاد الكيزان ديل الشفع الصغار، اولاد الكتايب تعرفونها، بخش طبعا بيهاجموني طوالي هجوم شديد جدا جدا، لانه انا بتكلم حقائق، ما انا ما قاصد، هي انا ما شغال بيكم انتوا ذاتكم، لانه ما بتعدلوا حاجه. وقت كان المعتوه اللي اسمه عمر البشير كان في السلطه، ما كنا بنخاف منه، وبنخاف منه، كنا انتوا اطفال بالنسبه لنا نحن. وقت الواحد يرسل لك يخش لك تخش الواتساب كده ويرسل لك ونبذك، بتضحك فيه، بتضحك، لانه ده انا وصلت مرحله بعيده جدا جدا، كون انه انا عاين لك. لو قمت قلت كلام بالمنطق ممكن استجيب لك، لو قلت لي يا اخي كده كده، في واحدين بيخشوا يناقشوك، يعني يا اخي انت طيب يا اخي، ما زول بيقدم في دور وطني، ميليشيات دي اللي هي الكتائب دي ذاتها، اذا هي البراء ولا الزبير بن العوام ولا الغعغاء، ولا بتقدم في عمل وطني في وقت السودان محتاج ده، ده منطق، بيقوم يتكلم معاك بمنطق، اللي بيتكلم معاك بمنطق ده بترد له بمنطق، يعني كلامك ده انه الناس محتاجه للكتائب دي عشان تحلنا من الميليشيات. طيب بعد ما تحلنا من الميليشيات، الكتائب دي ما عندها حق؟ هتكون عندها حق؟ اي زول بيقوم بعمل نضالي زي ده بيكون عنده حاجه، يعني سلفاكير وقت حارب
مع قرن، كان عارف انه في النهايه مصيره يا هو يا قرن يكون رئيس الدوله، لانه شو؟ لانه حارب، لانه ناضل. ده فهم النضال بالنسبه للمجتمع بتاعنا الافريقي. قال لي اسد افريقيا البشير، هو كونك تقول اسد افريقيا، هو الاسد ده مع حيوان، يعني كونك تقول بس اسد افريقيا معناته انت جاهل بالاسم ذاته. الاسد ده مش حيوان ولا حاجه ثانيه، يعني انت الاسد ده حتبقيه الزول يعني بتفاخر مش بالقوه بتاعت بالقوه الضار، بتفاخر بالعقليه. يعني وقت تقول لي ده اديب، الاديب اعظم الادباء الافارقه الرئيس ده، انا بحتربك وقت تقول لي اسد افريقيا ولا كلب زنزبار، انا بضحك فيك. انت كده بتاكد لي كلامي ذاته، يعني بتاكد لي انه فعلا حيوان يعني. فما الزول ما بتفاخر بالغريزه بتاعت الاسد والنمر، دي الحيوانات. انت ربنا كرمك بالعقل تقوم تقول لي ده اسد افريقيا، هم قالوا بولدة، نحن كنا بنضحك فيهم. الليله انت بتقولها. قال لي المجاهدين ديل ما دايرين شيء، بس حمايه للوطن والعرض. الكلام ده مش معاد، كان بالنسبه لنا معاد، ما هي جنوب السودان كان نفس الصراع ده. هم كانوا بيحاربوا من اجل الوطن والعرض، في النهايه ضيعوا الوطن صح؟ ضيعوا جنوب السودان. الكلام ده بالمنطق، انا اتكلم انا بحب السؤال المبني على المنطق. انت قلت النازل بيغاتلوا ما دايرين حاجه، قبل كده كان بيغاتلوا في جنوب السودان ما كانوا دايرين حاجه. الحصل في النهايه شنو؟ هل هم انتصروا ولا نحن فقدنا جزء عزيز من بلدنا؟ ده منطق، ده الكلام اللي هم ما بيقدروا عليه، عشان كده بخافوا مننا. قوة الأسد تتمثل في الرئيس. قوة الأسد يعني عنده أظافرين بعضي. قوة شنو يا أخي؟ القوة بتاعته في المنطق، القوة بتاعته في الفكر، القوة بتاعته في إنه يكون زول عالم، زول مفكر. القوة في الزول صنع القنابل النووية وصنع الأسلحة ذاتها في عقليته. القوة في الزول سوى البريكدار دي الحسي الليلة حسمت جزء من المعركة. القوة في الزول سوى الطائرة المهاجر ستة والمهاجر سبعة والطائرات المسيرة دي، ده القوة. قوة مبنية على شو؟ مبنية على مشروع فكري ممكن يطلع في النهاية بأشياء مستحدثة اللي هي الطيران المستحدث. دي القوة، مش أظافرين ولا كده ولا كده. واحد كده خلينا منك، لأنك أنت خلاص لقد انا لا، مش قال لقد انا لابو حنيفه ان يمد رجلي، انا مديت رجلي يا ابوي. موضوعك انت انتهى، انت عقلك خلاص الفيك الفيك اتعرفت زي ما بيقولوا. لكن كده خلينا نتكلم عن مشروع انا ما عندي مشكله في انه يعني دول يدافع عنك، انا ما عندي مشكله في شخصك انت كمدافع عن السودان، سوداني اسمك الطيب، اسمك عباس ادم الضي، اسمك اي اسم، انا ما عندي مشكله معك. انا عندي مشكله في انك انت بتغاتل واقف وين الجهه اللي بتديك السلاح والجهه اللي بتدعمك عشان تغاتل. والله ده بيدعموا الجيش السوداني، ده معاي الجيش السوداني اللي بيطلع من الجيش السوداني ده كله حقي، هو يتبع للجيش السوداني، يتبع لقيادات عسكريه. يعني واحد قبل يومين قال لي انت اتكلمت عن البراء، ليه ما اتكلمت عن كتيبه محمد صديق؟ قلت له يكفي انه كتب محمد صديق، محمد صديق ده ضابط في الجيش السوداني. يبقى بيختلف من البراء ابن مالك، البراء ابن مالك ده ابنه ده صحابي. طيب اتدخلوا في الحرب دي شنو؟ اتدخلوا في حربنا دي شنو؟ الاسم ده بس اتدخلوا في حربنا شنو؟ كتيبة البراء ابن مالك، نعم ذاك صحابي. ما يعني نحن في حرب، ما نحن ما ضد المجوس، نحن ما بنحارب في كسرى، نحن بنحارب في مجموعة بتاعت شتات مسلمين. قالوا انهم مسلمين وبيؤمنوا بالله وبصلوا وبيصوموا وبقدموا في شهداء، ده فهمون فكره. انت نفس المشروع، انت برضو بتغاتل. يعني نحن نقعد نتنافس في انه الاسلام اكثر منه ولا على الحق منه؟ نحن ما قاعدين نفكر في كده. دي مجموعات بتاع التتر جات داخل البلد دي، البلد دي محتاجه انها كلها عشان تحارب النازل وتنتصر عليهم، ما تخدع الناس بالسواقه بالخلا، تخدعهم بفهم واحد او تقنعهم بحاجه واحده انه الجيش يقوم يأمم الدوله دي كلها. الجيش كان من حقه انه يعمل حاجات كثيره جدا جدا عسكرية، اتجه للاتجاه السياسي. يعني ليه الكتائب اللي انت بتقولها دي كان البراء لو كانت كتيبة تابعة للمدرعات انا كنت بحترمها لانه ده شغلها. بقول الليلة دي كتيبة ممتازة طالعة ما فيها مجموعة بتاعت كيزان، دي طالعة تدافع عن الوطن وهي في النهاية حترجع سلاح لسلاح المدرعات بعد ما تنتهي المعركة دي، وتقول لهم شكرا جزيلا والناس تتهني بعضها بالانتصار.
لو كانت تتبع للمظلات انا ما عندي خلاف معاها، ده كلام بتاع منطق، ما كلام بتاع يعني زي ما تقول انت في النهايه حتسي وحتنطط، ما بغير الواقع، ما بغير المنطق اللي انا بقوله لك. لو كانت بتتبع للمدفعيه، عطبر المدفعيه بتاعت السودان، الاستخبارات السودانيه بتاعت الجيش السوداني، لو كانت تابعه للبريه، لو كانت تابعه للبحريه، لو كانت تابعه للتوجيه المعنوي، لاي منظومه عسكريه كامله بتتبع للقيادات العسكريه بتاعت الجيش، انا ما عندي خلاف معها. لكن المنظو الكتائب دي بتتبع لمنه؟ بتتبع لواحد فلان اسمه المصباح، وياهو الشعارات بتاعتهم براؤوني يا رسول الله، والاغاني بتاعتهم بتاعت الكيزان قاعدين نحضرها ونشاهدها ونتابعها، وكلنا على مضض على استياء. في ناس فرحت عديل في ضربتها الاخيره دي، في ناس فرحت. انا بقول لك في ناس فرحت عديل، انا من ضمنهم، انا كنت عارف انه لازم يحصل الكلام ده، لانه قصه انه انا اتحلى بعد صراع طويل جدا جدا مع المرض ومعاناه بالنسبه للشعب السوداني ده، انه يتحلى من الميليشيات التتر ديل، دي ما ممكن النهايه بتاعتهم تكون كتايب وبعد ده يجيك المشروع الاسلامي ذاته عشان يبدا لك من جديد. ده ما ممكن انا اكون استبدلت الميليشيات بالكتايب، ما عملت حاجه. اللورد ده، اللورد ده يا اخي انت تعبان، انت تعبان، انا بفتش فيك عشان احضرك يا اخي، انت تعبان مساهر معاي ليه؟ انت من الاول مساهر معاي ليه؟ قال لي ادينا كلام، اديك كلام، الكلام ده مش اسمعه في فيديوهات ثانيه، ما تخليني اسمع الكلام، ادينا كلام يعني يرفع التفاؤل. تفاؤل هو الحاجه اللي وصلت لها بلدنا دي، في حاجه بترفع تفاؤل؟ انت لو دار ترفع تفاؤلك ده مش ارفعه في ديسكو، مش ارفعه في صاله بتاعت رياضه، لكن هنا ما بتقدر يعني ما في حاجه بترفع لك التفاؤل بتاعك ده. هنا ده ما في حاجه، لان انا بقول لك الحقائق قدامك اللي انت بتحاول تتهرب منها بخوفك وبجبنك، لانك انت ما انسان وطني غيور على الوطن، ما شاعر بالمآسي اللي بتحصل في بلدك دي، ما شاعر بالمواجع اللي بتحصل للمواطن السوداني، ما شاعر بالانتهاكات الجسيمه واللي بتقوم بها الميليشيات دي، بالنسبه لك طبيعي جدا جدا، دار ترفع روحك ارفع برا يا ابوي، انا فتشتك عشان احضرك ما لقيت، والله ما لقيت لك تعليق. لقيت واحد تاني حضرته. كده ارتحت منك يا اخي. الليلة المشروع ده احنا عارفين انه كله مشروع بقى متكامل يا جماعة، احنا عارفين انه واقفين مع الجيش ده وحننصر الجيش، اخواننا بيقاتلوا، اخواننا بيقاتلوا فاس الليلة في الجيش ده بيقاتلوا قتال مر، اخواننا وخيلاننا واصحابنا كلهم بيقاتلوا، ومناطقنا كلها محاصرة، ولغاية هسه عشان تخش مناطقنا بتخشها بإذن. دي انا ما بتكلم عن ام درمان بس، انا بتكلم عن الخرطوم، بتكلم عن توتي، بتكلم عن مناطق كثيرة. قال لي رايك شنو في انه البرهان يسلم لحكومه ديمقراطيه؟ انا كلامي وضحت، قلت لك البرهان الحاجه الوحيده ما حسي اللي دي طالعين بخارجيات بتاعت شنو؟ بتاعت اجازه القانون بتاع شنو؟ بتاع جهاز الامن. يجيز شنو؟ هم منو اللي بيجيز يعني الحق اللي عنده حق انه يجيز منه؟ البرهان والقيادات العسكريه؟ اعطاء من لا يملك لمن لا يستحق؟ نحن نكون صادقين، انت ما انت دار تعالج المشكله بفهمك انت بدون ما تضايق البرهان وبدون ما انت تجتهد قاعد في بيتك كنت حلها. لا، المشروع بتاع الشرعيه الجديده دي ما عند البرهان، ولا في حاجه اسمها مجلس سياده. هو في الاول اذا ما نسى البرهان ده يتحلوا من حاجه اسمها مجلس سياده ما بتعالج الموضوع ده، لانك لسه انت ماسك في مشروع ثاني، ماسك في مشروع بتاع غحات اللي بيتكلم عنه النازل، لسه انت متمسك بالغحات. ما هو المشروع بتاع مجلس السياده اللي عمله منه؟ ما عملوه الغحات الغزيرين ديل ذاتهم، ما هو صنعه منه؟ انت وقت تيجي تواصل بنفس المشروع انه البرهان يكون رئيس مجلس سياده ويجيز القوانين، معناته انه ما طلع من القالب بتاع شنو؟ بتاع القحاطه. معناته انه البرهان ذاته قحاطي ودعامي الاثنين. الكلام ده طبعا بحرقك انت دار تلف بعيد، لا، المشروع الليله ده إذا أنت دار تغير الواقع ده لازم تتكون حكومة بتاعت حرب، بتهربوا منها ما بيقدروا يقولوها، عارفين إنه ده الحل الوحيد، الحل الوحيد، لأي زول بيقول حل، الحل إعلان حكومة طوارئ، تجميد العمل بالدستور، ده أصل. ده الأصل. ما قصة إنك تجي تقعد لي وتجيز لي قوانين وتقول لي ناس هيئة العمليات واحدين يخشوا لي يقول لي مكبلة وهيئة العمليات بتلاقي معاناة من الجيش. يا زول ما تلاقي معاناة،
انا ما داير تلاقي معاناه، انا داير مشروع حقيقي من القياده بتاعت الجيش ذاتها. الليله اللي حسي بيتكلم ياسر العطا ده، انا بستغرب وبندهش في انه بيتكلم كلام زي ده. ده كلام بتاع لايفاتيه يا بابا، ده كلام بتاع لايفاتيه. احنا قاعدين نقول الكلام بتاع ياسر العطا ده. الدوله المكبله دي انت منتظر شنو؟ انت رجل رقم ثلاثه في الدوله، ما تقدم استغاثتك وابقى مارق. عظام بس، نحن عظامنا ذاتها نزفت، خليهم عظام. نحن عظامنا نزفت، الشعب السوداني كله بينزف، ما عظام بس. ما مناطق، ما مناطق، انت بتزعل نفسكم وكل الناس بتقاتل في مدني. حنسترد مدني، حنرجع مدني، الجيش موجود في مدني. يا جماعه، يا شعب، يا شعبي يا طيب. الليله لنا كم شهر نحن بنقول في الكلام ده، طيب لما نصل نرجع مدني، حنرجع الجنينه 200. دي مع بدايه ده السنتر. انت ليه حسي بتحارب في السنتر؟ انت حترجع الخرطوم 200، انت حترجع القصر الجمهوري 200، انت حترجع البحر كله 200، انت حترجع الجنينه نياله زالنج 200. انت ما انتوا ما شايفين نفسكم انه بيضحكوا بيكم، سايقين الشعب ده سايقينه بالخلا ولا شو؟ يا جماعه القضيه ما مدني، مدني دي ما قلت لك منطقه عزيزه علينا، لكن القضيه السودان كله حترجعوا 200. نحن حنقعد كل يوم مدني 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 ومدني تنزف؟ مدني قلت لك هم قصدوا انها تنزف، هم القيادات العسكريه ذاتها هي سلموها للجنجويد ده. والجيش ما، القيادات العسكريه بتاعت الجيش ما حتنتصر. القيادات العسكريه بتاعت الجيش ما حتنتصر. قال لي القيادة الخرطوم ما في محل رجعت يا جماعة. للخرطوم رجعت ولمدرمان رجعت. مدرمان دي منطقة معينة لسه قاعدين في مبدات، لسه قاعدين في صالحة، لسه قاعدين في مناطق كثيرة، والناس عارفة مما تمسك ود البشير وانت ماشي سوق ليبيا ده كله جنجويد. ما يخشوا الناس يعني، ما تسوقني بالخلع. انا ما عارف الحاصل شنو، انا ما عارف التدوين الليلة شغال في مناطق مدرمان ذاتها. انا ما عارف انه لغايه حسي الجيش ده المناطق الحراره في مدرمان القديمه ما رجع الناس، لانه لسه شغالين تدوين، لسه بحري بهناك ممكن يدونوا منا، لسه على الخرطوم بهناك لسه ممكن يدونوا منا، لسه يا دوبك يقول لك يا اخي نحن وصلنا اللي هي البدايه بتاعت البنك السودان، البنك المركزي بتاع السودان، اللي هي اول ما تنط من كوبري الفتيحه بهنا بتلاقيه قدامك، يعني دي اول نقطه. بعد تعال شوف، قلت لك لسه على الخرطوم دي كلها انتهوا منها 200. انتوا بتحلموا والعساكر ده بيغشوا فيكم، والله فاتين الكذابين كذابين. الوضع ده كبير يا جماعه، الوضع ده اكبر مما انتوا تتصوروه. الوضع ده لانه نحن ما عندنا توب بتاع وطنيه كامل. نحن ما وطنيين يا اخي، نحن مشكلتنا غبليين، نحن جهويين، نحن مرتبطين بالاسره بتاعتنا بس، كله سوداني مرتبط بالاسره. لو قدر طلع اسرته بهنا وحل مشاكل اسرته الباقي ده يغرب. دي مشكلتنا، ما قادرين تقول والله الا لو طلعت امي عمتنا فلان وخالتنا ديل طلعوا واخواتنا طلعوا، الحمد لله يا دول الموضوع انتهى بالنسبه لي خلاص. الموضوع الثاني لو فتحوه قدامي لايف بفوت منه، لو فتحوه لايف قدامي بفوت منه. نحن ما وطنيين، شعبي ما وطني، شعبي ما 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 بيستحق انه يعيش في بلد زي السودان. والله ما بنستحقها الا ناس معينين اللي هم اللي حسي بيقاتلوا ديل، فيهم جزء وطني وفيهم جزء جبرته الظروف وفيهم جزء مضطر انه يقاتل وفيهم جزء بحب البلد دي عشان كده بقاتل من اجلها. وفيهم جزء عنده مصالح اللي هو زي الاسلاميين ديل ذاتهم عندهم مصالح، وجزء عنده مصالح زي الحركات المسلحه. عشان اجيك من الاخر، انا ما قاعد ارحم زول. قال لي مدني مركز تجاري لكل السودان. ما انت خلي المركز التجاري العاصمه بتاعتك ذاتها، محل القياده ذاتها، محل دواوين الحكم، محل التسيير الدوله ذاته مستولين على مدني. وين يا ابو العاصمه ذاتها، محل الرئيس بنوم كان ذاته، محل دواوينه، محل مكاتباته، وزاره خارجيته، دنيته وعالمينه هي مستلمينها الجنجويد. وكذا زال نفسك كذا، خليه يصوروا لك الشرطه اللي هي وزاره الداخليه بتاعت الشرطه بتاعت السودان كله، الرئاسه بتاعتها، خلونا نصورها لك، خلونا نصور لك الغذائيه بتاعت الدوله، غذاء الدوله كله، خليه يصورها لك زول.
جماعة احنا حنكون نكون صادقين مع نفسنا وصادقين مع بالحاجة اللي بنشوفها دي، الميليشيات دي لسه بتتمدد، والعساكر دول فشلوا في إدارة الأزمة، فشلوا في القيادة، ولسه بيتجاروا للشيوخ بتاعين القبائل، وبيتجاروا للكيزان، وبيتجاروا للكتائب بتاعت الميليشيات الإسلامية دي، ما دايرين لغاية حس يسلحوا الشعب تسليح كامل. إذا كان الرجل الثالث في الدولة هو بيطلع بكوره كل مرة وبيوضح إنه الدولة مغيدة ومكبلة، المكبلة منه؟ مكبلين أنت يا عطا. وده الكلام ده بوجه لك يا ياسر العطا، أنا ما أنا نحن عارفينك، يعني إحنا ما قادرين نتكلم عن حاجات كثيرة، نحن عارفينك إنك محتوي كمية كبيرة من الشباب، ومحتوي كمية كبيرة، وبيوريهم إنك أنت زول بتفتش في الصالح بتاع البلد. والصالح بتاع البلد يا ياسر العطا، الصالح مربوط بحاجات معينة، أنا عارفك بتسمع الكلام ده وحتسمعه. الصالح بتاع البلد دي في تكوين حكومة الحرب. الصالح في البلد دي إنه القيادة بتاعتكم دي فشلت في إدارة الأزمة، فشلت في قيادة الحرب، فشلت في إعلان حالة الطوارئ، فشلت في التعبئة العامة بتاعت الشعب. أنتوا عارفين الكلام ده. نحن حنقعد نلف على بعض وندور، حنقعد نلف وندور، عارفين انكم فشلتوا، انتوا ذاتكم عارفين نفسكم فشلتوا. مش حقه تتكون حكومه حرب عشان تعالج المشكله دي، مش حقه تتكون حكومه حرب عشان وتجمد العمل بالدستور عشان ما تدخل لنا تاني كتائب وتدخلونا مجموعات مسلحه وتدخلوا لنا شيوخ بتاعين قبائل وتبقى في النهايه حرب قبليه. مش حقه يعلنوا حاله الطوارئ في الدوله دي؟ ده مش كلام انت بلسانك مره قلته؟ كنت حلمان، كنت خايف، كنت قلت ساي كده عشان ترضي الشعب؟ ما انت عارف انه الحقيقه الوحيده اللي ممكن تعالج مشكله السودان الليله انه الجيش ده يشتغل جيش، ما يشتغل سياسه. ما عنده قضيه بالقوانين اللي بتتعمل، ما عنده قانون 51 وقانون 50 و60، ده ما شغلك يا ابوي. ده ما شغلك انت كعسكري يا اخي. عنتر بن شداد وقت اختلف مع 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 اسرته، اختلف مع ابوه اللي هو شداد، طبعا هو كان شداد ما متزوج، ما هي واحده من العبيد بتاع انه زبيبه، ولد منها عنتر ده، وطلع فارس، فارس يعني فارس مالي مكانته. وقت بدت الفحوله بتاعته والشعر بتاعه وبدا يحب عمه، تمت معاقبته بانه ده ما شغل، امشي اشتغل في الـ في الـ في الـ في الرعي مع البهايم، اقعد مع البهايم، ما عندك شغل. لكن نسوا انه يضربوا، انه في قبائل كانت بتهجم عليهم كل فتره، صراع القبل المعروف ده الخايفين منه نحن في بلدنا. فاول ما هجمت عليهم واحده من القبائل دي، وقبيله بني عبسي بدات تتغزم وبدات ترجع لورا وبدات تتكسر، اضطروا انه يستجيروا بابنه بعنتر بن شداد، وعنتر بن شداد عامل داق طناش طبعا، وهو في النهايه دار الحريه، يفتش في الحريه عشان يلقى بيت عمه عشان يتزوج وعشان يحس انه هو ابن شداد، عنتر بن شداد العبسي. فوالده وقت المعركه احتدمت جرى له، جرى لابنه، جرى لعنتر بن شداد، فقال له كر كر يا عنترة، كر يعني ابدا اشيل سلاحك ده وكر على الناس ديل. عنترة قاعد قصاد البهايم بتاعته، قال له ان العبد لا يحسن الكر بل يحسن الحلب والصر. العبد ده زي انا ده ما بيعرف الكر، بيعرف بس يحلب ويصر البهيمه، مرات لبنه يتدفق طوال يقوموا يصروها يربطوها. قال له بس العبد ده شغله. قال له كر فانت حر، كر ليه؟ فانت حر. وعنتر هو كره وقدر يعني ينتصر لقبيلته لانه كان فارس قوي يعني. ودي المغول اللي انا بقوله هنا قال فيها القصيده الطويله من ضمن الابيات اللي انا دائما قاعد استفتح بها، ومرات قاعد اقفل بها اللايفات بتاعتي. وكيف انام عن سادات قومي؟ وقت قاموا سالوه قال له كيف انت ما قلت والناس قالوا عبوا، كيف تمشي تدافع عنهم؟ قال لهم وكيف انام عن سادات قومي؟ أنا من فضل نعمتهم ربيت، وإن دارت بهم خيل العادي ونادوني أجبت متى دعيت، بسيف حده يزجي المنايا ورمح صدره الحتف المميت، خلقت من الحديد أشد بأسا وقد بلي الحديد
وما بوليته الحديد ده ذاته منتني وانا ما منتني. ده كان شغل عنتره، انه عنتره انا ما داري اوصلك لنقطه انه هو زول مقاتل. الليله ان احنا بنتكلم عنه ديل مقاتلين، مش مقاتلين بالفطره، مقاتلين صغلتنا الدوله، اسستنا الدوله عشان يبقوا مقاتلين. ناس ياسر العطا، برهان، كباشي، وقدمت لنا الدورات، دورات في كل موقع، دورات في القاده والاركان، جبيت، كل الحياه دي عملها لهم عشان شنو؟ عشان يكونوا مقاتلين. وقت يجي يقعدوا في الكرسي ويغوضوا حرب، معناته حق الحرب دي تكون عسكريه عديل، لانه ده القروه، بيقوموا يخلوا الحياه القروه كلها ويشتغلوا في السياسه. اتفاقيه جده، اتفاقيه مبده، ده بوريك انه النازل ديل ما جيش، ديل بيفتشوا في مصالحنا الشخصيه. انتوا عندكم الحل، والشعب السوداني كله يفهم الحل في تكوين حكومه الحرب اللي انتوا ما بتكونوا موجودين فيها، عشان بتجيب طبقه ثانيه. الطبقه دي ممكن تنجح حتى ما فشلت في قياده الازمه، في اداره الحرب. انت ما دارين تعمل الكلام ده لانه ما دارين تفقدوا المناصب، لانه البرهان ابوه حلم بانه يكون رئيس للدوله دي، عشان كده ما داري يفكها. وانت ما قادر تتخذ الاجراءات، شغال زينا الله يفاتي يعني ياسر العطا، بدل انت تجبر القياده العسكريه حاليا بانها تتخذ الاجراءات بتاعت اعلان حاله الطوارئ، يقفلوا البلد دي شهرين ثلاثه، يجمدوا العمل بالدستور عشان توقف الحركات المسلحه دي وتوقف كل زول شايل سلاح. يا اخي ابعد مننا يا اخي، ده انت قاتل، تعال قاتل تحت مظله الجيش. انتوا براؤون؟ اي براؤون من الرسول؟ الرسول ما عليه افضل الصلاه والسلام ما عنده صله بالموضوع بتاعكم ده. انتوا دارين تحاربوا من اجل الوطن؟ هاي هنديك المدرعات، امشي التحقوا بالمدرعات زي ما قال كباشي. ما انت الكباشي وقت يجي يقول كده امشي التحق بالمظلات يا بابا، امشي التحق بالمدفعيه، ما تقول لي براؤون، كتيبه اللواء، القعقاع، كتيبه البني عامر، كتيبه الهدندوه، كتيبه النوبه، دي ما بتنفع، دي اسمها حرب اهليه. دي اسمها حرب اهليه. وما بتشرعنوا قوانين نحن رفضناها، الثوره ذاتها رفضتها. الدوله دي زي ما قلنا نحن بتتحكم في البدايه عسكريه بقانون شنو؟ قانون الحرب. قانون الحرب ده هو اللي بيحل المشاكل دي كلها، وبيوقف الغاحات، وبيوقف العالم الخارجي من انه يتكلم ويتدخل. ده ما كلام واضح، انت اول ما تكون حكومه الحرب ده الاجراء ده اي عسكري واي حكومه حصلت لها ربع المشاكل دي بتتخذ الاجراء ده. الليله ما قدرت تتخذوا الاجراء ده. الليله بتفتشوا في انه حتى الضباط الجو قدموا نفسهم عشان يتابعوا مع الجيش، طردتهم. طردتهم كلهم. ايش كاريه؟ دي اشكالية يا جماعة، دقايق. يا ما في بوستات كده ما عجبتني، انا بحظر سيدة طوالي ما عندي زمن يعني. اللهم ان كانت في ذلك تحفظ السودان واهلها. هي الدعوات كويسة، وكمان معاها الناس انها توصل الرسائل بتاعتنا. احنا بنتكلم عن حقائق يا جماعة. نحن في ناس كثيرين بيقول لك ادعموا الجيش، نحن مؤمنين بدعم الجيش. لانه الجيش ده حقنا نحن ديل. لكن دعم الجيش ما معناته انك تطبل القيادات العسكريه. الكلام ده بالنسبه للناس كلها واضح. دعم الجيش ما معناته انه تقيف معه في الغلط والصح. دعم الجيش ما معناته انه يعني تقبل له كل الاخطاء اللي هو بيعملها. دعم الجيش ما معناته انك تتناسى عن الجرائم. دي ما مرتبطه بدعم الجيش. دي ما مرتبطه، انا بدعم الجيش المؤسسه. اما الناس الموجودين فيه والفاسدين ما بنقبلهم. حس الناس اللي بتفتش فيه انه القوانين بتاعت إجازة القوانين دي منو اللي بيجيز القوانين؟ البرهان ده زول عميل يا أخي، ده زول عميل. اتضمن شنو إنه داري يقدم للبلد دي ذات البرهان؟ شنو اتضمن الناس شنو؟ ما هو زول قاتل زيه زي الميليشيات دي ذات. الفرق إنه هو سوداني بس، والناس معترفة بإنه سوداني وصاحب جرائم ولازم يتحاسب عليها كلهم. اتضمن شنو؟ إنه هم دارين صالح البلد. بلدي بتتحكم بحاجة واحدة اسمها حكومة حرب.
لكن ما بيحكمها دكتاتور تاني، ولا بيحكموها عساكر، ولا بيحكموها كيزان. الكيزان ديل اللي هم اللي ما ديل حسي بالداخل وكده، نحن ما حنغير راينا، نحن حندقكم والله. نحن عارفين انه نهايتكم جايه لسه، يعني عارفين انه المعركه دي مستمره ونهايتها حتكون بدايه لنهايتكم انتم للكيزان كلهم يا جماعه. انا وقت جيت وقت خطيت حزمت امري، عارف انه كنت مؤمن بانه انا لازم اقف مع المؤسسه العسكريه بدون تفكير، يعني بدون تفكير. انا اول حاجه طوالي، انا اول ما حصلت المعركه دي كان عندنا غصب، نحن عارفين انه المعركه دي حتحصل، لو حصلت كان عندنا ايمان قاطع بانه الجيش حنكون نحن في صف الجيش، دي مؤسستنا، وحندافع مع الجيش وحنقاتل مع الجيش الى ما لا نهايه. كونه انه انا اقف معاك حاجه، وكونه انه اقبل سيئاتك دي حاجه ثانيه. الناس ما نسيت تفضل الاعتصام، لكن فضل الاعتصام ده ما قام به الجيش، قاموا به قيادات في الجيش، ده ما كلام واضح. يعني الجيش ده مؤسسه قامت من محلها كده، المؤسسه عملت الكلام ده، ولا قاموا قيادات تآمر؟ يبقى نحن بنفرز بين الجيش وبين القيادات بتاعت الجيش. ده لازم الناس تفهمه. ما في زول بيهاجم الجيش بتاعه. وتقدمات الجيش ماشية ضعيفة يا جماعة. ماشية ضعيفة. بيخدعوا في الناس ماشية ضعيفة. الجيش ده ما يا دابك بدأ يا دابك ما في جيش، هو في عمل خاص، في مجموعات كده يا هو اللي بتقوم بالعمل ده، العمل فيها اسلاميين وفيها غير الاسلاميين. الجهه اللي فيها الاسلاميين دي دائما بتجيب الهزائم، والجهه اللي ما فيها اسلاميين دي اللي قاعد تنتصر. انا بقول لك يعني الناس اللي بيقاتلوا عديل ما الاسلاميين، ما تسمع ديل بيصوروا، ديل بيختطفوا كل مشهد، اول ما ينتصروا في معركه يجي الطيران يدمر المنطقه دي، بيجوا جايين طوالي منه الكتائب دي ذاتها، يصورك صورك صورك وكلمتين ثلاثه، وبيحاولوا يثبتوا بانهم هم اللي بيقاتلوا. لا دي ما حقيقه طبعا. نحن عارفين انه السلاح الوحيد اللي قاعد يقاتل سلاح الطيران، والشباب الوحيدين اللي بيقاتلوا اللي هم اخواننا واهلنا ونحن بنعرفهم. القتال الدار في مناطق كثيره جدا نحن متابعينه، ممكن يكون في المناطق غرب السودان ما نكون عارفينه، في بابانوسا ما عارفينه، لكن الحياه اللي بتدور في العاصمه القوميه والحياه اللي بتدور في مدني نحن عارفينها. حس الليله ما هو قدامك الكيزان ده، الموت شغال بهناك، والضرب شغال في مدرمان، في الخرطوم، في بحري، في الجزيره، في الجنين، في كل منطقه. هم قاعدين في حفله، في سيمشن، في افطارات، تفطر شنو تاكل السيم يا ابوي، والناس بتموت هناك، انتوا الفاطر الله شنو؟ دعم الجيش الشارع وليس القياده. ده الكلام الحقيقي يا الكندقه حنان وكل الناس. دعم الجيش، دعم الشارع، دعم العساكر اللي بيقاتلوا قتال مر، والله ديل اللي حينتصروا، وديل حسي حاليا هم ان احنا دائما موقفيننا في انه نحن ما نحاول بقدر الامكان نكون خفيفين على القيادات بتاعتهم، لان هم عارفيننا، هم عارفين هم ذاتهم قاعدين معانا، الاولاد ديل ذاتهم اللي بيقاتلوا قاعدين معانا، عارفين انه المشكله فوق، لكن الوطنيه بتاعتهم بتخليهم انه هم يدافعوا عن بلدهم مهما كان، لغايه ما يقضي الله امرا كان مفعولا. هل تتوقع ان الجيش يحرر مدني؟ القصه ما تحرر مدني. وحتى لو حرر مدني معناته ان احنا حنقعد سنتين عشان يحرر لمنطقه ثانيه. وهو اصلا بقينا نحن لو حرر زي ما انا قلت لك، المشروع ده مع عقليه بتاعت كيزان. زمان الكيزان ده لو قاموا فتح لهم مزيره، اخر حاجه كان بيسويها اللي هو الليمبي ذاك المعتوه بتاعهم ده، يجيبوا لك يقول لك يا اخي افتتاح بتاع مزيره. بيعملوا لها ضخ اعلامي يا اخي مزيره. الليله انت عاين اخر معارك اللي هي الاذاعه. الليله لنا كم يوم نحن بعد الاذاعه؟ ديك الفتره دي كلها احتفالات، انتصار الاذاعه، استرداد الاذاعه، الاذاعه دي ما حقتك. نحن لمتين نكون في استرداد الاذاعه. طيب اذا تحررت مدني حتفضى متين؟ ما حسي لغايه حسي اتحررت من درمان القديمه، لغايه حسي ناسها ما سكنوها، ولغايه حسي عشان تخش المناطق دي لا تخشها بهزم من الجيش. طيب اتحررت مدني، ليه اتحررت مدني؟ المواطن بتاع مدني يرجع 200 بعد 6 شهور، بعد سنه كويس، يعني 2025 المواطن بيرجع، مواطن الجزيره ممكن تكون الجزيره بقت امنه يرجع. مواطن الجنينه 2000 كم؟ ولا 3025 يعني. ما انت بقت الدوله دي انت ممكن تضغط الميليشيات دي بقرارات رسميه من الجيش.
الهزيمة بتاعت الميليشيات دي ما هزيمة عسكرية فقط، بيانات الجيش ده لو اشتغل بيانات واشتغل جيش دي بيهزم الميليشيات دي. الجيش شغال سياسة، شفت طالما هو شغال سياسة تحرير البلد دي بيحتاج له 500 سنة، مش الجيش شغال سياسة وجاري اتفاقية جدة وبقى يتفاوض مع القحاطة ويتفاوض مع ناس تقدم، معناته انه بقوا خصمين، معناته انه الخصم ده انت اديته شرعية. أول جلسة قعد الجيش معاهم في جدة كانت أكبر خطأ ارتكبه الجيش أو القيادات العسكرية بتاعت الجيش، قاعد معاهم بيتصفه هم قاعدين معاك ناس انت كنت متمردين على الدولة، ناس خرجوا على الدولة وانت كلهم مقدمون لمحاكمات، قعدت معاهم من الأول ليه؟ الليلة مطلع قوانين ومراسيم بينك انت يعني بتطالب بهم من النائب العام، وطالبات 16 نفر جايبينها ونسمعهم. عقار اللي كان قاعد جنبك ده كنت حاكمه بالإعدام، عقار ده ذات عشان أوريك عمر البشير ذاته كان قبل كده، عقار ده حاكمه بالإعدام، هزول المحكوم بالإعدام ده الليلة نائب رئيس مجلس السيادة، مع العلم انه مجلس السيادة ده لغاية حسين احنا مستغربين شغال بياته فهم، شغال بياته شرعية. ما داري اوريك يعني ان احنا عشان ما نغوش على بعض يقول يغشوك وحنعدم الفلان، ده كلام بتعكض بسا يا زول. الاعدام ده ما بالخشم، ما بالقرارات النية دي، الاعدام ده وكي تيجي تعدم الناس وفعلا تحاكمهم جيش ده يرجع جيش، تمشي الوشية القشرة الغزل اللي قاعدة فوق دي كلها ناس ياسر العطل فشلوا في إدارة الحرب، وتجي قشرة تانية لا عندها صلة بالإمارات ولا عندها صلة بالقحاطة ولا عندها صلة بالقوى السياسية ولا عندها صلة بالإدارات الأهلية ولا عندها صلة بالغبلية ولا عندها صلة بالآلهة، عندها صلة بأنها تشتغل جيش طوالي تعلن حالة الطوارئ وتقفل البلد دي وتعلن التعبئة العامة وتسلح شعبها كله تسليح شامل كامل، وتبدأ تشتغل جيش عديل جيش رسمي مش جيش زي ده. الواحد يجي يقول لك يا اخي والله لو جو الثاني ما يعرف الصرف ما يعرف كيف. الليله دي لو كانت المنظومه الغايده الحرب دي وطنيه ونحن عندنا فيها صيغه كشعب سوداني، انا بتكلم معاكم انتوا فاهمين كلامي، اقسم بالله العظيم وكتاب الكريم كلنا كشعب سوداني الليله ما يحتاجوا لا يمشوا لايران ولا يمشوا لتركيا ولا يمشوا لمصر ولا يمشوا لاي دوله، بس نحن كشعب كانت لو اقنعتنا بانها فعلا صادقة فينا دار تقتلع الميليشيات دي ذاتها وتكون دولة، اقسم بالله العظيم الدعم اللي بنقدمه لها دعمي هي ذاتها تستغرب، العالم ذاته يستغرب فيه، والله نديها الغالي والرخيص، نبيع اولادنا وندفع للجيش السوداني ده عشان يتحرروا شعبنا، يتحرر شعبنا، لانه ده تاريخ حيتكتب ضدك، انت حتكون وصمة سوداء يا اخي. دي أسوأ فترة مرة بها السودان في ظل حكومتك انت يا البرهان يا كباشي يا ياسر العطل، انتوا بتكذبوا على الناس. انا ما اتكلم عن ابراهيم جابر لانه ده جنجوي ذات، ما الناس تكون صادقة، انت عارفين انه الليلة لو كانت القيادة الناس وقت وسخت في معتوها الانجولي ده ولا الانجولي ولا اللي اسمه حمدوك ده وقت وسخت فيه ونحن كنا بنضحك فيه وعاملون القومة للسودان جنيه القومة للسودان، شعب السودان ده كله قام ارفعك ادفعك ادفعك حمدوك ده حيحل المشكله. تخيل انه الليله دي لو كان الناس بتثق في القياده العسكريه دي وشاعر بانها قياده جاده في انها تحل الازمه دي، اقسم بالله العظيم انت ما تحتاج ولا القياده العسكريه تحتاج قرش واحد. نحن كشعب السودان كلنا ندعمه، مش القوم للسودان، الحفاظ على السودان. وما جنيه 100 جنيه 100 دولار 1000 دولار لكل واحد قاعد برا استقطع من مرتبه واستقطع من حوافزه واستقطع من قوته يبيع تلفزيونه ويرسل، لكن ما في زول بيثق فيكم يا برهاني يا اخي، ما في زول بيثق فيكم. الشعب السوداني فقد الثقه فيكم لانه كنتوا شايلينها سياسيه، الشعب السوداني فقد الثقه فيكم لانه عار حس بانكم انتم بتكذبوا على الشعب السوداني وبتعيدوا في نفس المسلسل، مسلسل نحن حضرناه مليون مره، مسلسل بتاع كيزان معتوهين هالكين هم سبب المشاكل ذاتها، هم سبب الأزمة بتاعت الدولة دي. هل تتوقع أن تتقابل الحركات تتغاتل التقاصد تتغاتل الحركة فيما بينها؟ والله ما أي شيء متوقع، يعني الحركات ذاتها غير القتال مع بعض بتعرف شنو التقال بتعرف شنو، ما هي الحركات دي ذاتها النمام منه. ما الليلة قلت لك لو القيادة العسكرية دي
كانت قيادة عسكرية فعلا اتخذت إجراءات. أولا أعلنت حالة الطوارئ وجمدت العمل بالدستور وكونت حكومة الحرب وجمدت تجميد العمل بالدستور ده أول حاجة بزح كل النازل برا، أهانت الحركات المسلحة مع البلد ولا ضدها، والله نحن مع البلد، الزول مع البلد ده خلاص وزع نفسه، ناس تمشي المدرعات، ناس تمشي الاستخبارات العسكرية، ناس يودوها التوجيه المعنوي، ناس يودوها البحرية ولا البرية ولا المظلات ولا المدفعية، المهم بتتوزع على الجيش. لكن القيادات العسكرية فكرت في نفسها إنه لا، لازم ما تتخلى عن شنو؟ العمل السياسي اللي هو يكون رئيس مجلس السيادة، هذول سيادة شنو؟ هو فضل في المجلس ده منه ذاته. القوانين دي كتبوها الغحاطة. الأحس إن إحنا بننبس فيهم الناس السيئين، الناس الغزيرين، هم صنعوا القوانين دي. أنت ما دايرهم داير قوانينه؟ ما ده بوريك العقلية بتاعت ناس البرهان والعساكر دي، العقلية غزيرة، عقلية فعلا سيئة يعني، زيها وزي الميليشيات دي، ما عندهم فرق، ما كلهم زي بعض، قحاطة على ميليشيات على عساكر. نحن مؤمنين بالجيش، الجيش ده اتحد المقاتل البسيط اللي بيموت كل يوم وبيقدم في روحه عشان يدافع عن البلد. حمدوك ذاته، حمدوك ما جاي يقسم الكيكة، هو حمدوك ما جابوا جهاز الأمن وجابونا الصلاح جوش عشان الناس ما تكتب ساي، دي ذاته ما كانت توزيع لكيكة يعني، حمدوك ذاته كان ملك الكيكة ذاته، تناغم جميع. أول حاجة تناغم مع الميليشيات دي، وأول حاجة عمل شنو؟ خرج دفعة، أول عمل له أول قاعدة بتاع التخريج كانت قاعد في المنصة فوق، بيخرجوا في ميليشيات الدعم السريع الدفعة 8 ومعاه البرهان، وضاحكوا حمدوك ذاته جايبينه عشان يحل ميليشيات الدعم السريع، بدأ يخرج فيها. تقول لي حمدوك شنو؟ حمدوك ده معتوه ساي، وده سبب المشاكل كلها يا أخي. لكن القضية ما حمدوك، القضية في إنه حس الحرب دي البرهان ساقه بالفهم بتاعه، فهم الكيزاني اللي اتعود عليه، ما هو ده طريق ما بيقدر يغيره يعني، دي حاجة مش بيقول لك، زي الطبيعة، الطبيعة ما جبل، الطبيعة جبل، الزول عنده طبيعة من الصعب انه يخليها، دي طبيعته انه هو ذاته عقلته كده، انه طوال يجري يجيب لك الكيزان ويجيب فلان ويجيب فلتكان ويوزع، لا ده ما بينفع معانا، ده ما أنا، ده ما موالي للنظام، ده بعدين بنقلب علينا، والله ده قبيلته ذاتك ما معروفة، ما تدخله معانا في الجيش، يا زول ده دفاع عن البلد، لا لا ما تدي فرصة ولا تدي سلاح، ما مضمون يا ابوي. هو في النهاية في كعمل تنفيذي بيبقى هو الماسك البندقية وبوزعها على حسب فهمه هو، ودي أكبر، دي أسوأ حاجة، الاستجداء بالقبائل دي أسوأ منها بالرأسمالية. أنا أديكم كمان من الشعر بيت، شوف الكلام اللي أنا هقوله لك ده. امبارح قعدت في التلفزيون هنا ولقيت اللي هم ناس عطبرة ولا ناس المناطق بتاعت الشمالية محتفلين، محتفلين بشنو؟ محتفلين بموسم القمح ولا حاجه زي دي، والحصادات شغاله. كان الموضوع بالنسبه لي عادي، الله الحمد لله طالما في محصول شغال معناته المواطن حياكلوا ويشربوا، ودي محمد ذاته يعني. لكن فجاه كده قاموا قالوا المشروع ده بتاع منو؟ ده تابع لشركه دال. دال ياتا؟ دال بتاعت اسامه داوود ولا دال ياتا؟ طيب ده ما هو ذاته اسامه داوود، ده ما زول الحكومه الاماراتيه، وده سبب المشاكل بتاعتنا، وبطبل وتخيل لشركة دال. الكلام ده ما بي يعني مش بمخوي للزول، هذه شركة دال، طيب القمح ده ممكن يحرقوه، ممكن يرفعوه طيران يودوه الإمارات، نحن كشعب ما نستفيد منه، وده اللي بيحصل دائما يا جماعة. طيب شركة دال لغاية حس شغالة ليه؟ ما نحن حس البلد دي كلها اتدمرت، مش حقه كان يتجمد العمل بالدستور يعني، لو في فعلا حكومة بتاعت حرب حقيقية جات البلد دي، أول قراراتها بتأمم الشركات بتاعت الدولة. طبعا كلمة التأميم دي في ناس ممكن ما تفهمها، بتأمم الشركات بتاعت الدولة كلها يعني. أي الليلة نحن في حرب ضد السودان كله، الكيان العسكري ده والله السلام عليكم، نحن جمدنا أي شركة في الدولة، وبتقول كل الشركات ليش للغطاء بتاع الجيش، والعساكر ذاتهم بتاع ممكن تجيب فيها ضباط عديل يديروها، والشعب السوداني كله يلبس الزي العسكري ده وشايل بندقيته وشغال في الحصاده وشغال في الكديب وشغال في الزراعه وشغال في التراكتر وشغال سواق في البابورات. دي ما دوله، ما دي الشركات دي حسي
الليلة انت ما عارف شغالة شنو، انت رافض الامداد اللي بتقدمه الحكومة الاماراتية لمنو، للميليشيات دي. ده واحد من الناس اللي بيقدموا للميليشيات، ده واحد من الناس اللي بيدعموا الميليشيات بصورة غير مباشرة، اللي هو أسامة داوود ومجموعته. مش ده كلام حقه نحن نجيب فيه؟ مش ده كلام بيوريك انه الناس زي العساكر دي اللي بتلعبوا بالبلد وما عندهم فهم ذاته؟ الشركات دي اي شركة ضدك حقه تجيف. طيب فهم، الخطر الفرد ولا الخطر المنظومة؟ يعني الخطورة انت اذا واجهت فرد ولا تواجه منظومة كاملة؟ الفرد ده بتكون في ناس معينين انت حاسس ليه تقوم تعلن انك تقبضهم، لكن المنظومات الدال والشركات الكبيره دي اموال ثقيله، الاموال الثقيله دي بتمشي ضدك، كيف تخليها شغاله لغايه حسي؟ كيف تخليها شغاله لغايه حسي؟ ليه رايك شنو في دكتور ناجي؟ انتهازي رأي، كوز انتهازي يعني، بس كلمتين كوز وانتهازي، ما ده رايي فيه. كان قام بعمل وطني ولا قاتل، دي بتخصه، ده ما نضال. في النهاية ممكن يقبلوا الله سبحانه وتعالى وممكن ما يقبلوا، لكن هو كوز انتهازي زيه زي كلهم، كيزان انتهازية بيحاولوا يتصوروا شنو، ما ماخذ له صورة. انت ما تكمل جميلك وتخش على مدني، دي خلينا من صورة جنب مدني يعني. ما هو دي الحركات اللي بيعملوها الميليشيات بجهلهم، يجي واحد يتصور يقول لك نحن في بوابة عطبرة، نحن في مروي. طيب ما تتم كلامك ده، تم طوالي وخش مدني ورينا رجالتك، خلينا من قصة التصوير ده. رايك شنو في ابو قرون؟ والله ما عندي فيه راي يعني، ابو قرون كان موقفه كده وقلب ولسه متابعين. اي هو اي زول بيدعم الجيش يا جماعه نحن ما واقفين ضده، نحن بس بنكره الانتهازيه والمطبلين. انت ممكن تقف مع اي جهه، انت تقف مع الجهه الدائره مع الجيش يعني، وقفت مع الدعم السريع بنردمك، وقفت مع الجيش بنعاين لك ونشوفك انت داير شنو. انت زول وطني، زول وطني بتجي تخش عبادة الجيش عديل وبتدعم الجيش، ما لا بتمشي لكتائب ولا بتجي من بوابة الرأسمالية الطفيلية زي ما كتب ليك، ولا بتجي داخلها من بوابة القبلية، ولا بتجي داخل من بوابة الوطن الواسعة دي. طيب نشوف في زول قال حاجة تانية. لا ما اقدر اتكلم كثير يا اخي، تعبنا من الكلام. نحن بندعم الجيش لكن ما بيفهمك انت، نحن ما بيفهمك انت، نحن بيفهمنا، نحن فهمنا انه الجيش ده ما جيش، الجيش ده القيادة العسكرية بتاعته لازم تتعدل. رضوان رديت ليك تاني منه، والله ما عندي خلفية عنه رضوان ابو قروب، ما بقدر اقول لك يعني، لكن شايف حسي عنده موقف وطني انه واقف مع الجيش. لا وتاني انه يعني ما كوز يعني، انا اللي بعرفه انه قبل كده ما كان مرتبط بالكيزان. نحن في السودان، في نحن في السودان تفهم الناس. طيب المفروض الشعب كله ينتفض دعم. رايك شنو في رضوان؟ ما رديت لك، انا ما رديت لك بتاع رضوان تاني شنو. التحية لكم يا جماعة، التحية والتقدير من شنو، من صديق دعامي، صديق دعامي هيئة العمليات يا أستاذ. هيئة العمليات دي يا جماعة انا ضد اي قانون ليها، هيئه العمليات دي دار تقاتل، تقاتل تحت مظله الجيش، كلامنا فيه واضح. دار تقاتل، تقاتل تحت الجيش ده كبير، بوابات وفرق ومجموعات كبيره ومدرعات، مظلات مدفعيه، استخبارات عسكريه بريه بحريه، كلها تحت مظله الجيش. اي جهه دار تحارب تحت مظله الجيش نحن بندعمها دعم لا محدود، لكن هي براها كده نحن ما دايرينها. لما خلاص هي كانت منظومة بتدافع عن القاتل، كانت منظومة بتدافع عن المرتزقة، المجموعة المرتزقة دي ذاتهم هي صنعت المرتزقة. انت قايل هيئة العمليات الصنع حمايتي منه، حمايتي ما صنعوا الجيش، حمايتي صنعته صنعوا جهاز الأمن، حمايتي الصانع بتاعه الحقيقي جهاز الأمن وصلاح كوش، وتجهز وتم إعداده داخل مكاتب جهاز الأمن دي، الميليشيات دي ذاتها. الجيش ده عمره ما كان مرتبط به زي الامن. الامن ده الهيئه العمليات دارت يطلق له سراح، يطلق له سراح داخل عباده الجيش، في البريه في البحريه في اي سلاح من الاسلحه. ما عندنا اي مشكله كشعب سوداني. اما قصه القوانين دي ما في قوانين. لا الجيش لا، القيادات العسكريه لا تملك قوانين، ما عندها الحق، ما عندها الشرعيه انها تعمل كده، ما عندها شرعيه انها تفك الماده كده وتربط الماده كده. هي ذات المواد دي ذاتها
المواد ذاتها هي الغطسة تحيرنا. ده عمل سياسي ما عنده صلة بالجيش، ما عنده صلة بالبرهان بكباشي بياسر العطا. نازل حقه يشتغلوا جيش عشان يتجنبوا المشاكل. أي زول عارف إنه صنعوا صلاح قوش وانقلب عليه في النهاية. أي زول عارف إنه حميتي صنعوا بدأ مع كوشيب ودمر كوشيب، بدأ مع بتاع حرس الحدود ذاك ودمروا وسجنوا هو والسافن ومجموعته دي اللي هو موسى هلال ود عمه قال أحمد هارون، وفي النهاية دخل أحمد هارون السجن. أي زول ارتبط به حميتي دمروا، يعني من صلاح قوش اللي هو طرده وبعدها موسى هلال سجنوا، صلاح أحمد هارون سجنوا لغاية ما وصل عمر البشير ذاته ودمر عمر البشير. دمر عمر البشير الناس كلها عارفاه، يعني في النهاية تآمر مع مجموعته دي على أساس إنه يجي داخل الثورة. والغحاتة ذاته، من الغحاتة 25 الانقلاب الأول ده ما فيه حميتي ذاته، قالوا كتيب البراء تابع لجهاز الأمن. هذه المشكلة بتاعتنا ذاتها، هي أدابك كده الناس بدأت تفهم. أنت طالما تابع لجهاز الأمن، هو جهاز الأمن ذاته وينه يعني؟ جهاز الأمن ده نحن نعرف هيئة العمليات فيه، هيئة العمليات دي هي حقه تتبع للجيش. يعني البراء تابع لجهاز الأمن وجهاز الأول وهيئة العمليات تتبع للجيش، دي كيف؟ هم كلهم حقه يتبعوا للجيش، حتى هيئة العمليات. نحن في ظل حرب، نحن في ظل حرب، القيادة العسكرية دي اللي هو الموجودة دي هي حقه تكون القائد العمل ده بس، عشان بعدين نحن نقدر نسألها. تربي لنا كتائب، بعد شوية تربي لنا ميليشيات، ما هو صراع واحد. نفس المشروع القديم، انك انت تحليت من ميليشيا، بعد شوية حنبقى على الشعب السوداني يستعيد عشان يحارب البراء، عشان هي البراء دايرة تحكم. وده اللي حصل في حزب الله، وده اللي حصل في اي منظومه عمل الكتائب. اغالب حدثنا عن كيف يتم بناء القياده والحاضنه الشعب. دي بتحتاج انه نحن نضغط الزول الماسك البندقيه. انت عشان تقوم تعدل الواقع ده، ما هي انت ما عندك بندقيه ولا عندك سلطه تنفيذيه. البندقيه دي عند ناس معينين اللي هو الجيش السوداني. الجيش السوداني ده مضطر انه يسمع صوت المواطن، لكن بيحاولوا يغبشوا لك عقلية المواطن، لأنه لو المواطن وعى الموضوع ده كله بينتهي. يعني المواطن ده لو كله نادى بأنه يتكون حكومة حرب، الليلة كان مجبرين العساكر دي يكونوا حكومة حرب. لكن هم بيقوموا يغبشوا لك الواقع ده، لا والله ندخل هيئة العمليات، المادة 50 المادة 70 مادة شنو يا أبوي؟ أنت غبي ولا شنو؟ مواد شنو يا جيش حقه يشتغل جيش يا أبوي؟ جيش طوالي يعني حالة الطوارئ يكون حكومة الحرب. ما عمل كده يبقى ده شغل تاني، ده ما شغل بتاع بيقدم بلد، ده ما شغل بيصنع دولة. ده انت غالي تمشي شوف الواقع بتاع ميليشيات دي، هو دي قدامك ليبيا حكومتين. يعني بعد شوية حدي لك فرقة للمعتوه اللي اسمه حمدوك ده وشلته دي، انه يكونوا لنا حكومة بتاعت منفى، وتبقى انت داخل في صراع. ليه؟ لأنه ده ما جيش، ده شغال سياسة، ده الناس دايرين يحكموا. العالم كله حسب بدأت تتضح له الصورة. فيش يا جماعة، مش البرهان ده حقه يعني يكون حكومة حرب ويعلن حالة الطوارئ ويعمل القوانين العسكرية؟ ما عمله. بيعمل في شنو؟ بيعمل والله في المفاوضات، داخل بين هنا وطالع بين هنا، مشى جدة مشى مصر مشى كده مشى تركيا. يبقى ما دار يشتغل جيش الزول ده. سؤال: أين الناطق الرسمي باسم الجيش؟ والله ده سؤال يوجه لناس الجيش، يقول لهم وين ناس نبيل؟ ما عندهم ناطقين تاني، انت ما شايفين الناطقين بتاعينهم؟ حسي ما بيقوا عندهم ناطقين، بيقوا عندهم لايفاتيه ناطقين رسميين. انت محتاج ناطق رسمي؟ بقى ما محتاج ناطق رسمي، تم شراء مجموعه من اللايفاتيه دي، الناس ما عارفاها. ما محتاج بقى نبيل ذاته، ما محتاج انه يطلع. بيحاولوا يروجوا انه الثوره سبب الحرب. ده كلام جميل. السؤال او بعد سؤالنا، الثوره دي هي سوت الدعم السريع؟ الميليشيات اجابه منه جابت الثوره؟ الميليشيات دي اللي استأصلها منه دمر؟ مش اللي استأصلها، الكتل المواطنين ذاتهم ضد الثوره طلعوا بينادوا بحريه وسلامه، الكتلهم منه؟
ما هي دي الميليشيات دي ذاتها. انت قبيل وقت قتلونا وقتلوا وفضوا الاعتصام، كان رايكم شنو؟ ما كان قدامكم انه الصوره قدامكم انه الميليشيات دي ممكن تدمر البلد؟ ليه ما تكلمتوا؟ ليه سكتوا؟ الثوره دي هي صنعت الفارق، ولولا الثوره دي اقسم بالله العظيم الميليشيات دي كانت تستلم السودان ده تسليم بتاع مفتاح. الحاجه الوحيده ال 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 وصلت السودان ده انه يطلع، هسه انا بفتكر انه نحن من الناجين، الدوله دي نجت من ال من ال من الاستبداد والاستعباد اللي حيكون حيحصل لو كان الثوره ما قامت. كان حيكون الميليشيات دي مصيرها انها تستلم البلد دي تسليم كامل. النهايه حيخدوا لك الهالك حميتي ده رئيس حيكون رئيس تحت شنو؟ تحت مظله عمر البشير، لان عمر البشير بدا يخاف وبدا يجبن وبدا يطيع في 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 حميتي. وكان في النهايه بتاع لو استمر حسي سنتين ثلاثه كان حميتي ده استلمها. الثوره دي قاعده عشان تنقذ الوطن والله. وحسي الحياه اللي بتحصل دي والموت اللي بيحصل ده كله غصاص من الله سبحانه وتعالى للناس اللي قتل للناس اللي قتلوا اولادنا كلهم، كقيادات عسكريه ولا قيادات ميليشيات ولا احزاب ولا الهه اللي هم البيوتات دي. السحب خيمته ده كلهم ده اللي بيتحاسبوا. وين ناس حزب الامه؟ ما كلهم طاشين، ده ما حساب، ما باعوا الدم، ما الغاحات دي ما باعوا الدم. انت قايل الحساب ما جايين كده الليله مشردين. الميليشيات وين؟ حميتي وين؟ حميتي نائب رئيس مجلس السياده، حميتي في تركيا، حميتي في ايطاليا، حميتي في القصر الجمهوري، حميتي في القياده العامه، حميتي عنده بيقول لك عنده لفه، عنده دوران حول السودان، عنده مشاريع، حميتي الراسمالي الضخم، وين الكلام ده؟ الله قال لي اجمل سؤال، اجمل كلام يا هشام، بالله الثوره دي قلت ضابط الكليه الحربيه يحيي ضابط الخلا. انا بسالك سؤال حسي، ما هو ده ضابط خلا، حسي الرايد الود اللي اسمه المصباح ده رايد شنو؟ تابع لاتو كليه، دخل ياتو غاده واركان، عشان انا اوريك انه المشروع واحد. ما سؤال، انا سالتك سؤال بس انت قاعد قدامي كده، السلام عليكم البرهان كيف احوالك يا والله الحمد لله. انت مشكلتك طبعا مع حميدتي وفريق خلا ولا فريق اول خلا؟ فريق ايوه فريق اول خلا، رجل ما متعلم، رجل جاهل، رجل من التتر. طيب المصباح ده ياتو كليه حربيه دخل، ياتو كليه حربيه، انتوا بتلفلفوا ليه؟ ما هو ده برضه خلا يعني، ده برضه خلا، ما هو الكتائب دي ذاتها خلا. عشان كده كلامنا حار وما بيقبلوا النازل. ما تجيب لي زول خلا يا دول، جيب لي زول عديل جيش. لكن وقت تيجي تقول لي تطرد الفريق فريق اول الهالك حميتي وتجيب لي الفريق اول المصباح، معناته انت وفسر الماء بعد الجود بالماء. البرهان ذاته الحبسه بتاعته هو وكباش الاربع شهور دي ما كانت جزء من العقاب في القياده العامه والردم ده؟ ما كانوا مدسين اربع خمس شهور؟ انت قايل دي ما كلها ده جزء، ده جزء هو الله سبحانه وتعالى بيختبر فيهم، لكن ما داري ننجح في الاختبار. يعني انا لو كنت في حالهم كنت قلت امنت، وبيطلع لي قرارات جديده عشان يثبت البلد دي وعشان يعالج الاخطاء اللي عملها البرهان وكباش وكده. يطلعوا حسي ياسر العطا ده ما بيحاول يعالج في بعض الاخطاء، لكن هو ناسي بانه هو الرجل الثالث في الدوله. قال لي المصباح شاف سوداني يقاتل بس دفاع عن الوطن ويبقى ماري. وهو ده كلنا ما عندنا مشكله فيه، لكن يقاتل بدون البراء، يقاتل مجموعه عمل خاص تابع للمدرعات ما عندنا مشكله فيه يا كنداكا، يقاتل مع المظلات ما في مشكله، يقاتل مع المدفعيه ما في مشكله، يقاتل مع الشرطه السودانيه ما في مشكله، يقاتل مع المستنفرين في الشارع ما في مشكله، يقاتل لنا مع البراء ابن مالك ويجيبوا لنا الاغاني الجهاديه ودي عربيتي ودي عربيتك وده حقي وده حقه وان احنا حررنا ويختطفوا كله بطوله، لان احنا ما بتنفع معانا، ده اعاده لسيناريو قديم نحن حفظناه. يا هل يعقل انك تشبه المصباح بحميتي؟ انا ما شبهت المصباح في نفسه، لو انت زول بتفهم، انت زول جاهل زي زول. التشبيه ده في حاجه معينه، انا بتكلم عن المؤهل العلمي بتاعك،
المؤهل العلمي بتاع المصباح في الجيش شنو؟ والمؤهل العلمي بتاع حميدتي في الجيش شنو؟ انا ما قلت لك المشكله في السودانيين دول يا اما واحد بيدافع دفاع اعمى بدون بيجه زي ده كده، يقوم يقول لك هل معقول تشبه البرهاء حميدتي بالمصباح؟ التشبيه وين؟ وين التشبيه؟ التشبيه في عمل مهني بيقوموا بيه ناس معينين، ده واجب. حميدتي دخل في العمل المهني ده وزور رباطي ما عنده صله بالجيش وبقى فيه فريق اول. الليله عندك زول وعمل لك مشكله ودمر البلد، والليله انت يعني بتضوق في المرارات اللي عملتها انت. جبت لك زول تاني مهندس بتاع كهرباء، مهندس بتاع مويه، دخلته نفس المجال، انت دار تنتج شنو يعني؟ دار تنتج كهرباء، ما حتنتج نفس الخازوق، خوازيق البلد زادت في ضنيل ونحيض نحن، يظل حال البلد واقف تقع محنه، ما دي المحنه ذاتها. انا ايوه يعني مشكلتك كتايب البراء، طيب ضارينك بشنو؟ وجود لشنو؟ انت ده سؤال لك، وجود لشنو؟ طالما انت عندك جيش، انت بتفتش في كتائب وعندك جيش ليه؟ ده ما سؤال. انت قبل كده اتضررت من ميليشيات، والمشروع بتاع الكتائب والميليشيات واحد. الميليشيات دي دمرت البلد وحرقت البلد، اللي بيخليك تربي كتائب ليش؟ وليه العمل بتاع الكتائب ده والاموال اللي بتضخها دي بدل تبقى زي الكيزان تمشي تضخها في حرس الحدود وتضخها في ابو طيره وتضخها في هيئة العمليات تضخها في حياتك، ما تضخها في الجيش ده عيب لي، ماله كلام لك. أي حاجة بتضخها ضخها داخل الجيش عشان تبقى عندها مهنية، عندها خط مهني يعني مرتبط بها. أنت ضاخية في فجة تانية ليه؟ ليه بتسوي في كتائب وعندك أصلا معون كبير ممكن يكونوا مهنيين داخل الجيش؟ من الليلة اللي بتكلم ده اللي بتكلم الكباشي ده وقت قال الناس لو داير سلاح تجي المعسكرات، الكلام ده ما قالوا لناس المصباح ليه؟ الزول الحاجة المحزنة قلت بعد تحرير الجزيرة، يا أخي جزيرة شنو يا جماعة؟ زول حرر السودان، هي الجزيرة دي السودان ولا شنو؟ ما في حاجة اسمها تحرير الجزيرة، في حاجة اسمها تحرير السودان. ما هو ده ذاته كلام عنصري يعني، الجزيرة دي خلاص انت حقك الجزيرة يعني، انت شمالي انت وسط يعني انت السنتر. السودان ده ما كل السودان، السودان ده ما الجنينة انت خليتها بس. وليه تتحرر الجزيرة قبل الجنينة؟ وليه تتحرر الجزيرة قبل نيالة؟ ما تحرر هناك، انت ما تحرر الحدود عشان تقفل الحدود دي ذاتها، وده ما اللي بوريك انه في اشكالية كبيرة في العقلية بتاعتنا ذاتها. ليه الجزيرة دي عندها ضنب؟ ناس بيوت تجارية ونحن محتاجين تجارية؟ انت ما تقفل الحيط بتاعينك يا اخي، قفل الحيط، تعرف قفل الحيط؟ انت زعلان في انه دخلوا الجزيرة وحيطك واقعة؟ انت زعلان في انه دخلوا غرفة نومك وحيطك واقعة؟ انت قال الحيط دي وين؟ الحيط دي من المناطق الحدودية، الحيط دي ما هو غرب السودان الجنينة، دي من الحيطة بتاعتك، دي من الحيطة اللي بتفتح على تشاد، وفي الحيطة بتفتح على ليبيا، والحيطه اللي بتفتح على افريقيا الوسطى، دي ما حيطه، ما بيتك فاتح يا ابوي، بيتك فاتح. لكن بخيت عندي شهاده ماجستير في الاقتصاد السياسي من جامعه النيلين. النيلين يا تون، النيلين الغرقن، النيلين الجبال من الطلع منه الخازوق، ولا نيلين. كلام واضح بتاع الكنداك ده، قلت لك كل الكتائب دي حقت كلها تحت مظله الجيش، ما في حاجه اسمها كتائب. كلام واضح يا جماعه، كلام واضح. لان ما تسوقونا من ميليشيات لكتائب يعني، ما تسوقونا لمشروع قديم، نحن ما دايرين المشروع ده، داير تكوين وطن، جيش جاي يشتغل جيش، اللي يبعدنا من السياسه ويشتغل. انت قال حسي الاشكاليه الحقيقه في انه الجيش قلت لك بيعمل في الكتائب بهنا وشغال سياسه بهنا، والقيادات بتاعته ذاتها بدير في العمل منو ما معروفه، في مجموعه قالوا مجموعه ممتازه بتدور في الشغل من جوا. المجموعه الممتازه دي لغايه حسي ما دار الشغل الجيش جيش، بين المفاوضات صراع، بين المفاوضات صراع، بين الغحاته صراع بتاع
مجموعات رأسمالية طفيلية. هو أسامة داود قال لك شغال دال، شغال دال دي حقه، دال دي أنا أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم لو عسكري، لو عسكري في المناطق دي أنا استلمها وأقول لهم خلاص دال دي تابعة للدولة. أي شركة بتاعت رأسمال الطفيل الشركات كلها تتبع للدولة، والدولة مسؤولة من إنها بعدين عشان تعوض المواطنين. صالح بياخد حقه، طالح بتتقلع منه. مواطن صالح هاي عندك شركة، هاي دي حقتك، هاي الشركة دي من حر مالك، هاي اثبت لنا. هذي ناس دال والشركات بتاعت الكيزان والرأسمالية الطفيلية دي، دي كلها حقه تقول للدولة. زي البنوك بتاعتهم، بنك بنك مدرمان الوطني، وبنك الشمال، وبنك الزراعي، البنوك بتاعتهم دي حقه تقول كلها للدولة. أول حاجة الدولة دي تستلم. ونحن قبل قلت لك القرارات بتتخذها الجانب العسكري لازم تكون قرارات حاسمة. والله المعركة دي كلها في قرارات، المعركة دي قيادة قوية، مجلس بتاع حرب قوي يجي يقفل البلد دي كلها ويأمم الدولة دي كلها ويجمد العمل بالدستور. 3 قرارات أقسم بالله تنسف. أنت قال أنت قال المجموعات بتاعت الميليشيات دي أنت بتهزمها في المعارك في الأرض، كذاب والله، والله كذاب. أنا بقول لك الميليشيات دي بتتهزم بالقرارات بتاعت القيادة اللي بتمسك الدولة بتاعتنا، اللي هي بتتخذ قرارات هي بتعدمها. أنت بتكون أعدمتها بصورة مباشرة، ما غير مباشرة، مباشرة. أنت أول ما تجي حكومة تانية بعدين أنت انتفت الزريعة بتاعتهم بتاعت ديل الكبكيزان وديل الفلول. وده جيش يا أبوي، الجيش أعلن حكومة بتاعت حرب، معناته ده جيش. ما داري يعني الحكومة بتاعت حرب، معناته إنه فعلا المجموعة دي مجموعة مستلبة ومجموعة عندها أجندة خارجية، المجموعة الحسي قاعدة دي. لكن كون حكومة حرب إذا ده جيش، كون حكومة حرب يبقى القحاطة دي تاني ما عندهم أي مدخل. كون حكومة حرب التدخل الدولي وقف. كون حكومة حرب معناتها أعلن حالة الطوارئ. كون حكومة حرب معناتها جمد العمل بالدستور. أعلن حكومة الحرب معناتها استدعى الشعب السوداني كله، الشعب السوداني كله جيش، كله جيش. أعلن تعبئة عامة كاملة، أدى صيغة للمواطن بأنه المواطن يجي يجري، ارجع من 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 الفيافي ومن المنافي عشان يدعم الجيش. لكن الكلام اللي بيعمله فيه المجموعات بتاعت القياده العسكريه دي بتثبط همم الناس ذاتها، والمقاتلين ذاتهم بيكونوا خايفين. يا اخي والله امشي اموت يا اخي، بكره البرهان ده يبيع ولا كباش يبيع والموضوع ينتهي ويقعدوا في تفاوض ويقول لك البركه فيكم، نزل ده ما مات خلاص. اكثر حاجه يعملوا لك، عملوا لك فطور الشهيد. اكثر حاجه يعملوها يقول لك والله يا اخي، يجوا الناس يقول والله يا الله يرحمه يا اخي، دي اكثر حاجه ممكن. لكن خلاص موضوعك انتهى. دي اللي بتخزن روح المغاتل في انه يشعر بانه الناس دي ما عندهم الرساله كامله. الكلام ده بتفهموه يعني؟ انا كمغاتل، خد نفسك في محل العسكري ده، قدر ما يشعر بانه القياده دي عندها رساله كامله، والرساله دي مسؤوليتنا نحن كلنا كسودانيين بنحملها مع بعض. بيكون مغاتل، مغاتل شرس، ما لا بيهزموا دعم سريع لا بيهزموا جن ابيض. كل ما كانت الرساله ضعيفه والقياده ضعيفه وفيها شكك في ان فيها عماله وفيها خيانه، التحت العسكري بيكون خايف، بيكون مخزل، بيكون عارف انه مصيره، ممكن يكون خايف عديل، ما عارف انه القصه ذاتها مبيوعه. ما كثيرين من العساكر دي بيقول لك مبيوعه، رغم انه مبيوعه هم بغاتلوا ليه؟ بغاتلوا على قدرهم بس، على المنطقة اللي حولهم بس، بيقاتلوا لأنه عارفين إنه الوطن ده ما بينصلح إلا هم يقاتلوا، وخايفين من القيادة دي إنها تبيع. والليلة الكلام اللي بيتضح كله من ناس كباشي والمنامة وجدة ومبدة، ده دليل على إنه كل ما يعملوا خطوة في اتفاق كل ما يخزلوا العسكري المدافع. التنازل عن مدني كان أكبر بوابة ضرت بالشعب السوداني. العساكر دي لو قاموا تنازلوا عن مدني، دي كانت القشه التي قسمت ظهر البعير. ده كان تفكير بليد من القياده العسكريه انها تتنازل عن مدني عشان تخفف الضغط من الخرطوم عشان تحرر الخرطوم. لا قدرت تحرر مدني ولا قدرت تحرر الخرطوم. ممكن تكون جهجهت كميه كبيره من الميليشيات دي ووزعتها في المناطق بتاعت الجزيره، لكن بسببها مئات الالاف من البيوت اتنهبت، ومئات الالاف من الرجال اتقتلوا، واغتصابات وجرائم، وده كله لخطا تكتيكي قاموا بالقياده العسكريه. يبقى فشلتوا يا بابا، يبقى فشلتوا في قياده الازمه. هتقول لي دي الناس كثيرين
الكثيرين ده جبتوني انتوا، القيادة العسكرية هي جابت الناس الكثيرين ده. مصطفى طنبور اليوم استمعت له في قناة الجزيرة، رجل فاهم والله يا أخي، هو رجل وطني، أنا ال 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 أنا شايفه رجل وطني، وعرف كيف الموقف المناسب في الوقت المناسب، دي ما بتغلط فينا فين. كونه إنه يقول يا أخي هو بينصر الجيش ده، ده ما دليل على إنه هو فاهم إنه الجيش ده واحد من الأسس بتاعت الدولة الرئيسية، إذا حصل له تهتك، إذا حصل له تدمير، معناه الدولة دي اتدمرت. يعني زي السبحة، انت عندك سبحة صح؟ الجيش ده زي الخيط بتاع السبحة، تعرف الخيط بتاع السبحة؟ وده مثل والله حقيقي، يعني شفت الخيط بتاع السبحة ده لو اتقطع، معناته انه الفصوص بتاعت السبحة دي كلها بتتفرتك. هذا الجيش بالنسبة لأي دولة، أول ما يتفرتك الخط السير بتاع السبحة، الناس طبعا بتنظم وتتذكر، يقول لك نظمت لك سبحة، الخيط ده لو انقطع معناته البلد دي اتفرتكت. ده الفهم لأي زول فاهم. أما الغحاطة دي طبعا ما فاهمين الكلام ده. فاتحين الحدود دي واحدة من المآسي بتاعتنا، فاتحين الحدود للناس حقنا كامل، القيادة العسكرية فشلت تتحاسب، تتحاسب طوالي، ويجوا ناس غيرهم يقودوا ودي دي 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 التاريخية حقنا كامل ما بنجامل. يعني لو كان اتحاسب عبود ما كان احنا وصلنا للمرحلة دي، ولو كان اتحاسب نميري ما كان احنا وصلنا للمرحلة دي، ولو كان اتحاسب عمر البشير ما كان وصلنا للمرحلة دي. ما هو أي عسكري بيجي وبيجرم في حق الوطن وبغوض العمل في الدولة وبيقعد 10 سنين و5 سنين وفوت، ما بيتحاسب. لايفك محاضر، التحية لك يا أستاذ هشام. هو أصلا ما تحاكم زول، عشان كده العساكر من حقهم من أمن العقاب سائل أدب يا جماعة. أسي بخيت وين؟ ودي المشكلة، وبخيت ده طبعا ما هلك يا جماعة، الصور اللي بتشوفها والحياة دي كلها، بخيت ده يعني بنسبة 110% هو هالك. وده بأكد لك كل يوم الليلة، بأكد لك وين بخيت من المعارك دي، وين بخيت من القيادة، وين بخيت. ما ده شغل الحكومة الإماراتية، ده شغل الحكومة الإماراتية، ده كله زي ما بيقولوا ذكاء اصطناعي. يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن الناس بتفكر فيها إنه بخيت ده والله مضروب ضربة كبيرة جدا جدا وبقى أطرش. في ناس بيقولوا فقد الذاكرة، لكن هم بيقوموا بيستخدموا، يعني الضربة جاته دي فقدته الذاكرة، سايقينه ساي دلدول، بيتصوروا حوله وبيجي كيف هناي، لكن دلدول. في ناس بيقولوا كرعينه اتقطعت ومركبين للبتاعات الطويله دي، لو حصل بقى طويل جدا جدا، ولا ما دي شغالين بالعفريت بحاولوا ينزلوها له، لكن في النهايه زول ده هلك. بخيت جاهل، بخيت جاهل، وبخيت الناس كلها كانت متوقعه انه حيدمر البلد دي. يعني البلد دي كلها اي زول كان عارف، كلمنا الناس والله كل يوم بنقول لهم يا اخي الزول ده بيحرق البلد دي، بيحرق. مش قالوا في الهند هناك في واحد صياد بتاع يسود، صياد بتاع يسود، ف كل يوم بيجي بيكون القرود قاعده، طبعا القرود دايما بتحب تتفرج كده، فبتتفرج كده في الصياد بتاع الاسود ده، وعنده الصفاره الطويله بتاعت الصفاره طويله كده، وقدامه في سهم، سهم مسموم، سمه قاطع يعني. فبيجي من هناك الزول الصياد الساحر ده، هو ساحر، بيصفر للاسود دي، اول ما الاسد يسمع الصفاره دي بالراحه بيهدى، وبينفخ الصفاره بتاعته دي في السهم ده، بيطلع بيضرب الاسد، الاسد بينتهي منه في دقيقه دقيقتين. والقرود دي القردين بيكونوا قاعدين كده، في قردين بيكونوا قاعدين بيتفرجوا كل يوم، اللي هو الساحر الصياد ده اوف قتل لي اسد، بيفك الجلد بتاعه، بيسلخ الجلد بتاعه، بيشيل الجلد يمشي يبيعه. اليوم ذاك القردين قاعدين والصياد ظهر، اول ما الاسد ظهر من هناك، واحد من القرود عاين لاخوه كده، قال له لا لا والله الاسد ده بينتهي لك من الساحر،
قال التعاوير ما كله يا مرخ الساحر ده بيقتلون لك. قال لي حس الساحر بيقتله، حس الساحر ده بينتهي لك منه. القرد قال لي انت بتشوف، بس اول ما الاسد قرب كده ما وقف، بس هو عمل لك للساحر كده طقه واحده ودى لك الساحر الغيامه ودى الجنينه طقه واحده انتهى منه. بس قام القرد عاين لاخوه كده قال لي ما قلت لك الاسد الاطرش ده بيعمل لك فيه؟ هو اتضح انه الاسد اطرش، يعني الاسد اطرش. ودي النقطه اللي انه 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 في فرق هنا، ما زي الناس التانيين ممكن تصفر له وانت بوش. في ناس طرش، في ناس طرش، لكن ما الطرش انا بتاعت الذكاء، يعني الطرش بتاع الاسد ده هو اللي استفاد منه، كان مات لو ما هو اطرش. حس اليومين ده اللي احنا ذاتنا محتاجينه. والقرد طبعا الذكي هو العارف الموقع ده، عارف انه الاسد ده اطرش، عشان كده حيقتل لك الساحر ده. حسي نحن، انا ما بقول لك نحن القرود، لكن حسي نحن رؤيتنا انه البرهان ده والقيادات العسكريه دي حيكون مصيره زي الساحر ده. الصفافير بتاعتكم الزمان دي ما نفعت تاني، قصه انك تصفر لغايه ما توصل الاسد لمرحله عينه وتقتله دي ما تاني ما بتقتل لك الاسد ده، لانه ده اسد اطرش. نحن الطرش بقينا عديل، فهمنا ويع الشعب السوداني زي الكدايس اللي قبل كتبوها، بقوا واعيين وعارفين انه دارين يصلوا لشنو. هل عودة جهاز الامن حاجة كويسة ولا؟ والله هي حاجة كويسة اذا سيطر على الجيش، ده سؤال يعني. انت ما اللي ما نحن عارفين انه هيئة العمليات دي مرتبطة بجهاز الامن القديم، مرتبطة بالكيزان، لسه العقلية بتاعتهم عقلية بتاعت كيزان. لكن طالما انت مسيطر عليها يبقى ما في مشكلة، يبقى طالما انت مسيطر عليها. لكن لو لاحظت حس هيئه العمليات لان عندها قوة اعلاميه بدات تتحرك في شنو؟ في انها تتحرر من شنو؟ من الجيش. نفس الكلام اللي كان بيعمله حميتي، انه كان داير يتحرر من الجيش، لغى الماده 5، حل هيئه العمليات دي ذاتها. الكلام ده اذا هيئه العمليات دي تبعوها للجيش بصوره واضحه في الفتره دي وبقت شغاله تحت مظله الجيش، ما منها خوف، لانه الجيش ذاته ما منه خوف يا جماعه. هاي القيادة بتاعته كعبة، لكن ما منه خوف، لأنه في النهاية يبغى الجيش السوداني. أما إذا هي أديناها فرصة إنها تحرر من شنو؟ من الجيش، هي ذاتها حتبقى بعبع أقعب من الجيش، وحتكون أسوأ من الجيش، وهم عقليتهم عقلية استبدادية يا جماعة. قال لي ليه الأستاذ طيب شايب محمد نسمع عن عودة هيئة العمليات ولا نسمع عن عن إصلاح الجيش؟ ما نحن في مرحله انت ما ممكن تصلح شيء مدور، يعني انت عندك اشكاليه في المكنه بتاعتك صح؟ اي ماشي، الجيش حسي ماشي تعبان، عربيتك دي مدوره، طيب عربيتك دي ماشيه بو في الشارع كويس؟ انت ما ممكن تصلح المكنه بتاعتك. خلينا نصل، يعني خلينا نحل الميليشيات، ده فهم بسيط يعني. ما ممكن تكون انت مدور العربيه كده تقول والله انا لازم اصلحها، وانت راكب مدورها وماشي مشوارك وفي شارع الزلط، سي 4 خطوط في 4 خطوط وجري سريع. اذا انت محتاج في موقع تقيف، الفتره دي ما بتقدر تقيف فيها لان الميليشيات دي بتهاجم، الميليشيات دي بتقتل. اذا نحن محتاجين نصل المشوار بتاعنا وبعدين نصلح الجيش. الفتره دي الناس اللي بيركبوا معاك يجوا هياد عمليات يركبوا، اذا دارين يسوقوا عربيه براون يبقى في مشكله، لكن لو ركبوا معاك انت ده ما في مشكله، يركبوا في مع الجيش. الشرطه ذاتها لو دار ترجع مع الجيش، هي ذاتها يتم تتبيعها وتوزيعها في الفترة دي لغاية ما يقضي الله أمره كان مفعولا، لغاية ما ينتصر الجيش. والجيش ده ما بينتصر إلا بتكوين حكومة الحرب، أنا بقول لكم، وحتتنفذ في النهاية. نقعد سنة سنتين معارك دي تدور، الميليشيات دي تتمدد، يغشوكم يقول لكم قربنا مدني رجعنا مدني، يبقوا في مشكلة إنه يرجعوا الخرطوم، لسه فضل لنا بحري. الكلام ده حياخد سنين يا أبوي، لكن القرارات دي قرارات زمنية ووقتية وهي اللي بتحل المشاكل. هل في خلافات بين العطو والكباشي ولا الطلاس صحيح؟ عادي ممكن يكون في خلافات، يعني ممكن يكون في خلافات لأنه كل زول عنده أجندة مختلفة من الثاني، ده كلام أنا قلته 20 مرة. ديل كلهم عندهم أجندات، هم لو ما كان عندهم أجندات ما كانوا موجودين في السلطان. نحن حقه نعترف بالواقع ده، أنا أقعد نغشغش في نفسنا لا والله ديل وطني، ما وطنيين. كباشي
كباشي كانت بتدعم المنظومة الإسلامية دي، عشان كده وصل وكان موازنة قبلية أو موازنة بتاعت مناطق جهوية. ياسر العطا بيدعموا المصريين المجموعات دول، البرهان بتدعم الإمارات دي ذاتها، عشان كده لغاية حسي ناس أسامة داود شغالين في السودان بينهبوا فيه. يبقى في النهاية الناس كلهم عندهم أجندة، الزول اللي بيبقى فيه النظيف بينزع عباءة الأجندة دي. الليلة اسمه انه ياسر العطا ممكن يهاجم الحكومه الاماراتيه، لكن مستحيل يهاجم الحكومه المصريه. كباجي مستحيل يهاجم كده، كل زول عنده اجنده. انت محتاج، انا بقول لك كون حكومه الحرب عشان يجوك الناس بدون اجنده، الناس اللي بتعدل بدون يجوك كده بيور للوطن. يجب تشكيل حكومه حرب وعسكريه عشان وتقفل البلد دي وتجمد العمل بالدستور وتبدا التعبئه العامه الحقيقيه، مش تعبئه قبليه. هسه التعبئه انت قال اللي حصلت دي ما تعبئه كامله، دي تعبئه لمناطق معينه ولجهويات معينه ولقبائل معينه. نقول لك عديل والله، والمناطق الحقه وما سلحوا ناس، ما تسمع لي تسليح. دي ما في احزاب، الاحزاب دي هي ذاتها ما بتكون موجوده في خارطه الدوله الجديده. ما انت وقت تكون حكومة حرب بعدها هي بتيجي تعمل شنو؟ تأسس لعمل للعمل الثاني، العمل اللي بقول لك المفوضية السياسية دي، طبعا حتكون عندها شروط ملزمة وعندها شروط متكاملة لتكوين الحزب. يعني ما بيجيك نفرين ثلاثة خالد سيلك سايق مع عمر الدقير عشان يعمل لك حزب المؤتمر السوداني بتاعه ده، ولا حيجيك داخل زي ناجي داك ولا فلان عشان يكون لك حزب كده. الأحزاب دي عندها بروتوكول متكامل، العالم ده كله عرفه، وعندها شروط بتخطها كده في الترابيزه دي. اي حزب ما كمل الشروط بتاعته دي ما بيقدر يكون حزب. ونحن في السودان ما حيكون عندنا احزاب حسب الفترة القريبه، الا الدوله بلا تكون لها حزبين ثلاثه، وده الكلام اللي انا بقوله، ان الدوله تصنع لها ثلاثه احزاب، حزب يميني وحزب يساري وحزب وسطي، وتفتح فيهم البوابه بتاعت الانتخابات الداخليه لغايه ما يكون حزب عديل. الدولة تشرف على التمويل بتاعه عشان ما يمشي يجيب لك الحكومة الإماراتية ويجيب لك الحكومة السعودية ويبقى دعم خارجي. عينك يا تاجر، تقال الأحزاب دي كلها ما تابعة لدول، يعني زيها وزي القيادات بتاعتك دي، عشان أنت تقوم تصنع لك أحزاب جديدة محتاج أنك أنت أول حاجة تمسح القديم ده كله بيستيكة وتفتح بوابة جديدة. قال لي ساتي ده جيش كيزاني منهزم، ما هو الجيش السوداني لو انهزم معناته البلد دي اتقسمت يا ساتي، معناته انت ما سوداني ذاتك حتبقى، ما حيبقى في دوله. انت قال حاسس ان احنا بنناصر الجيش ليه؟ انت ما مشكلتك بتشمل الجيش، مراراتك الداخليه ومواجعك بتقوم تطلع ده. واحد من المره فاتت ردد عليه برضه، ده المرارات بتاعته والهزيمه الداخليه بتاعته خلته انه ما ينتصر على الظلم الموجود جوا شنو؟ جوا المؤسسات بتاعت الجيش. فالهزيمه بتاعته دي هي اللي خلته من برا ينبح بس، يكورك لا ما بتسووا وما بتسووا، لانه هو اصلا ما كان بيشبه الجيش، يعني لو كان فعلا ضابط مالي مكانته كان هو اللي عدل جوا الجيش، كان عدل من خلال اصحابه، كان عدل ما قدر، فشل في انه يعدل داخليا. وفشل في انه يعدل السيستم بتاع الجيش والمؤسسه بتاعت الدوله، فكر في انه يدمرها. التدمير بتاع الدولة الجيزة معناته انت فكيت الخيط بتاع السبحة. تعرف معنى الخيط بتاع السبحة ده؟ وقت تتقطع معناته البلد دي تفرتقت، معناته انت ما احنا ما حقو تتكلم عن السودان، انت ما حيكون في السودان. ما هو اي دولة جيش تفرتق مع اتقسمت البلد دي وبقت دول، يعني هل يرى الجيش يعتمد على مشاركة الحركات المزبدة؟ وده الكلام اللي انا بقوله، انه الجيش ما حقو يعتمد على اي مشاركة، الجيش ده حقه مظلة كبيرة يستقبل الناس دي كلها. ده انت سوداني يا اما تجيت دخلت معسكري ودخلت الوحدات العسكريه بتاعتي والفرق بتاعتي وبقيت داخل مظله عساكري وضباطي، ولا انت ضدي؟ ولا انت ضدي؟ ده الكلام اللي انا بقوله من زمان. وده الكلام الغلب الناس يا جماعه، انا بقول الحقيقه دي عديل. طيب الى متى نكون وراهم؟ انا ما قلت لك تكون وراهم، انا بقول لك انت بتغاتل، انت الليله بتغاتل معاهم وبتغاتل في انك انت توضح الصح شنو. يعني انا الليله دي قاعد بدافع عن الجيش السوداني، بدافع عن مؤسسه الجيش السوداني وبنصر الجيش السوداني، لكن بعري في الناس الفاسدين داخل الجيش السوداني.
وبوضح في انه هم ناس جبن، وبقول لك انه القيادات دي سبب الازمه ذاتها، والقيادات دي لازم تتحاسب، والقيادات دي اجرمت، والقيادات دي كده، والقيادات دي كده. نقاط الماء تصب الصخر ليس بالقوه، انما انا بتواصل في مشروعي، انا بدافع عن مؤسستي، لكن برفض الناس الفازين اللي فيها وبعريهم. ده مشروع الناس لو نحن واصلنا فيه حيفهموا المواطن، بعدهم ذاتهم ما حيكون عندهم منفذ ولا ملاذ. الليل الكلام اللي قالوا، وامبارح الكلام اللي قالوا الناس ياسر العطا، واللي بيقول فيه انه تتكون حكومه حرب، ده ما كلامنا، ده كلام نحن اول ما جات الحرب دي ونحن كنا عارفينها، قلنا طوالي يكون حكومه الحرب، قلنا يعلنوا حاله الطوارئ، قلنا يعملوا التعبئه العامه، رفضوا التعبئه العامه لانه هم ذاتهم كان عندهم تمييز، لموا بعض الكيزان والكتائب تعرفونها، ولموا بعض هنا وفشلوا وانهزموا اللي هم القيادات العسكريه دي ذاتها، وبدوا واكثر من 7 8 شهور هم كانوا مدسين في البترون، طلع البرهان ده من البترون 200 بعد ما دعا للاستنفار. الاستنفار ده هو اللي خوف الميليشيات دي ذاتها وارعبها. لو ما مسك في كلامنا ودعا للاستنفار، اقسم بالله كان ليلة لكوك في القياده العامه. وبورسودان ذاتها كان بيصلوها. لكن مشروعنا نحن رفضوه من الاول، لانه كانوا بيفتكروا انه هم كمجموعات اسلاميه ممكن يدافعوا عن نفسهم براهم، فشلوا. وفي النهايه لجأوا لنا نحن ذاتنا، ونحن ما رفضنا، لانه نحن بالنسبه لنا الجيش ذاته مقتطف، نحن حقه نسترده. اذا ما استردينا الجيش ده يبقى ما في خير فينا يا اخي. يبقى نحن ضعفاء. انا بحاول من خلال خطابي ده انه استرد الجيش من المجموعه ما قادره تقوده. من المجموعة العميلة دي، من الخونة ذاته. أنا بفتكر إنه حربتي البحاري في القيادة دي لازم يكون نزيه، لازم يكون واضح، لازم يكون شفاف، لازم يكون عسكري عديل، لازم يتخذ إجراءات عسكرية كاملة، لازم يبعد من السياسة، لا يبعد لي من القوانين، لا يبعد لي من مجلس السيادة. سيادة شنو؟ السيادة انتهكت في الخرطوم، والسيادة انتهكت في الجنينة، والسيادة انتهكت في زالنجا، والسيادة انتهكت في الجزيرة، والسيادة انتهكت في كافة أطراف السودان. تاني في سيادة رئيس مجلس السيادة، سيادة وين يا بابا؟ أنت ما عندك أي سيادة. الكلام ده ما واضح. لكن هم ما دارين يقبلوا الحاجة الصح. والليل الكلام اللي بيقولوا ياسر عطا تأكيدا لكلامنا. إنه هو المشكلة في القيادة ذاتها. في البرهان ده ذاته، الاجراءات حقه يتخذ البرهان. انت بتتكلم عن النائب العام، وبتتكلم عن الدوله مغيده، الحكومه مغيده. مغيده من شنو؟ مغيده لانه انت واضع لها التغيير، لانك لسه قادت ناس. بدل تزيل الغشاوه دي كلها وتجمد العمل بالدستور وتكون حكومه الحرب عشان توقف الافواه دي ذاته، وتجيب نائب عام من الجيش. عندك كم نائب عام في الجيش يقود المرحله دي ذاتها؟ ما عندك القضائيه العسكريه والقضاء بتاع الجيش، ما تجيبه هو ذاته يشتغل بدل القائد العام ده وقت تكون. افصل الولايات دي كلها وقفل الدوله دي كلها، وعدل وغير، اعمل السبعه وزمتها. فرصه قدامك اديناك، لكن احنا كشعب سوداني قلنا لك اشتغل جيش، لكن انت عارف انك انت لو اشتغلت جيش حتلقى نفسك انك برا رصه، لانك اول ما تكون حكومه حرب حقه تكون ما موجود فيها. قال لي محتاجين الفترة الوجود الكيزاني، هو الوجود الكيزاني ده ما سبب الأزمة ذاتها، أنت قال الكيزان ده هم سبب الأزمة. هم حسي ظهورهم ده ما هو اللي بيطول أمد الحرب. تطويل أمد الحرب لأنه في مجموعات كبيرة جدا جدا كانت بتدعم الجيش السوداني شعرت بالخذلان. والله العظيم، والله الكلام ده يعني تيبيكال، أقسم بالله وكتابه الكريم، في مجموعة ضخمة من الشعب السوداني كانوا بينصروا الجيش نصر اعمى كده، عيونهم مقفله. اول ما فتح عيونهم شافوا زي ناس ناجدين، وزي البصباح، وزي المجموعات الكتائب، واللواء زبير، وهي اغانيهم الجهاديه والبدع، اقسم بالله العظيم قلب 180 درجه. يا اما تنبقى دعامي، ولا قفل على كده، سحب اهله ونسى هذول. قال لك الموضوع ده ثاني ما بيتحل، يقول لك الموضوع ده انتهى، السودان ده انتهى. لانه اول ما يظهروا فيها الكيزان دي نهايه، ودي المشكله بتاعتنا. يبعدوا منها الكيزان الليله، والقيادات الكيزانيه داخل الجيش، اقسم بالله بكره دي البلد دي تتحرر. يعني نتوقع الدعم السريع يصطف مع الجيش ضد البراء في فتره من هو الدعم السريع ده مع مشروعنا انه ينتهي اول، لكن انت قول لي بعدين حيكون في اصطفاف.
بين البراء وبين الجيش عشان يدمروا الحركات المسلحة. ده ما مشروع يعني. الليلة لو انتهت الميليشيات دي وشعلوا بيها انتهت، بعد شوية هيقوموا الناس البراء دي ما هم نفس المشروع بتاع القيادات العسكرية، يصطفوا مع بعض عشان يضربوا الحركات المسلحة. ده ما مشروع ما حيستمر. وبعد ما ينتهوا من الحركات المسلحة حيبقى الجيش محتاج انه يتحلى من البراء دي، حيقوم يخلق لها حاجة تانية، يقوم يلم له مجموعة تانية، يجيب لك الشيطان، يجيب لك هنا عشان يتحلى من البراء، لأن البراء حتكون دايرة تستلم السلطة. 600 جيش كده، كلها جيوش وهمية يا أخي. الجيوش دي ما عندها حاجة يا جماعة. ندعو الله إنه يحفظنا ويحفظكم يا ليه قدام.